بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته مدينة شربين. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن زيادة سعر توريد أرداب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عايز أسلم عليكم. خليك لينا لمصر. الله يسلمك. يا رب يعيننا ويدعو لنا. تمام؟ محتاجين دعواتكم والله. ربنا يهديك. ربنا يهديك الشقيانة. انا بسلم عليك. يا ريت التقاويات تيجي حلوه. تقاويات بس تتوفر للمزارع في الجمعيه. احنا بنحاول والله ان احنا نعالج المسائل دي، ان احنا نوفر تقاوي كويسه. لان بالمناسبه عايز اقول لكم قليله شويه يا معلم. انا هقول قليله شويه. ما انا هقول احنا من مصلحتنا كدوله ان انتوا تجيبوا احسن انتاجيه، سواء كان في الكميه او في النوع. هو فدان. انا بطلب طلب واحد بس. هو طلب مهم للكل. يا ريت السيد وزير الزراعه يخلي الشركات بتاع الادويه تحط الرقم بتاع السعر على الازازه. ادويه انا ما بدعوش على حاجه. دي بخمسه بعشره صاحب المحل بيبيع براحته. معلش يا ريت يرحم الفلاح بس السعر على الازازه بس، مش اكتر من كده. سعر عليه. ويا ريت الجمعيه الزراعيه توفر لنا زي زمان الدواء والدواء والتقوي في الجمعيه. ده اللي احنا نطلبه من حضرتك. وسعادتك لو حضرتك لو ممكن مصر تطلع انتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش ارداب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجه بقت 10 على 10 صراحه. وكمان الرز برضه يزيد شويه عن كده. شكرتين بس الفدان ما بتكفوش. احنا كنا بنصرف ثلاثه الاول. طب انا هقول لكم حاجه عشان نتكلم كلام احنا بنحترم عقد بعض. اتفضل. عايز اقول لك ايه؟ الكيماوي ده كان بيتعمل وكان وحدة الغاز كانت ب 3 دولار. وحدة الغاز دلوقتي بسعر ب 40 دولار. ما شاء الله. بكام؟ هو قبل حتى ما كان حتى ايام ما كان ب 3 كان الثمن اللي انت بتاخده بيه هو نص الثمن اللي اتباع بيه بره. يعني فاهمين اقصد ايه؟ طيب لما حصل ده احنا ما زودناش الغاز قوي على شركات الغاز اللي هي دكتور مصطفى. انا بقوله ليه؟ لان انا عايزك برضو تبقى عارف الحكايه معاك. تبقى عارف ليه احنا مش قادرين نخليهم 3. النهارده الطن 6000. كيماوي اصلا 6000. طب هو ثمنه كام دلوقتي؟ ثمنه على قديم في حدود ال 10. ثمنه على الجديد اضرب في مره ولا اتنين كمان، يعني مش 10 بقى يبقى 20. بس انا ما زودتوش عن كده. مش انا ما زودتوش يعني متفضل عليكم، لا انا بحاول اراعي احنا كدوله ان احنا التكلفه ما تبقاش، لان في النهايه الرز لو غلى هيبقى غلى على مين؟ على كل الناس. فالغاز ثمنه مش كده. وانا قلت قبل كده ما اعرفش انت سمعتوني ولا لا، قلت لكم ان احنا لما الغاز غلي والبترول غلي انا ما غليتوش على الناس. ليه؟ مش البلد مش هتستحمل. البلد ايه؟ مش هتستحمل. والله احنا بنعمل الحسد عليه. ده فضل من الله. مش بس كده. طب الكهرباء كانت برضه وزاره الكهرباء بتاخد من وزاره البترول الغاز ب 3 دولار للوحده. قبل الغاز ما يغلى احنا كان تقريبا في 17 18 الف وحده بتاخد الكهرباء بتلت ثمنها او نص ثمنها.
17 مليون 17 مليون يعني 17 مليون اسره بكام؟ بتلت ثمن الكهرباء. امتى؟ قبل الكهرباء لما كانت وحده ثلاثه دولار. طب لو احنا بقت ب 40 زودت زي ما هو. وبالتالي انا عايز اقول ايه؟ ده اللي الدوله حاولت ما تعكس الازمه اللي موجوده بره على اهلها. بالمناسبه ما حدش بيدفع حاجه منين؟ احنا ما نجيبش من جيوبنا، نجيب منين؟ نجيب مصر. نجيب مين؟ بس برضه يعني القلب على القلب رحمه. الله يعينك. القلب يعينك. الله يعينك. انا سعيد اني شفتكم النهارده، متشكرين. كل سنه وانتم طيبين. سلمونا على اسركم لو سمحتوا. دعواتكم طيبه. السلام عليكم.